السلام عليكم، مرحبا أطفالنا الحلوين، كيف حالكم؟ درسنا اليوم في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي وهو بعنوان قراءة العددين 9 10 وكتابتهما. سنتعلم في هذا الدرس قراءة العددين 9 و10 وكتابتهما. إذن انظروا إلى الصورة. هذه الصورة لي؟ نعم، قبعة. هل تلاحظون؟ تشاهدون قبعات؟ دعونا الآن نحسب عدد القبعات. كم قبعة موجودة هنا؟ هيا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز، أحسنتم. إذن لدينا 9 قبعات، أحسنتم. إذن هذا هو العدد 9، ممتاز، ويكتب بالحروف 9، أحسنتم. إذن دعونا نتأكد ونقوم بعد القبعات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أحسنتم. إذن 9 قبعات. دعونا الآن نمرر القلم على العدد المنقط. 9، أحسنتم. مرة أخرى، 9، جميل، خطكم رائع. مرة أخرى، 9، أحسنتم. مرة أخرى في مربع آخر، 9، ممتاز. مرة أخرى، 9، أحسنتم. مرة أخرى، 9، جميل. مرة أخرى، 9، أحسنتم. آخر مرة بخط جميل ومرتب، 9، أحسنتم. دعونا الآن بإمكانكم أن تجيبوا على التمرين 1 في الكتاب صفحة 62، اتفقنا؟ أنا أملك الآن 9، هذا هو 9، أحسنتم يا أطفال، لقد قمتم بكتابتي بخط جميل ورائع. انظروا كرة القدم، من يحب أن يلعب بكرة القدم؟ نعم، كرة القدم رياضة جميلة، ممتاز. هل بإمكانكم الآن أن تقوموا، هل نعد مع بعضنا البعض أو نحسب عدد كرات القدم، الكرات الموجودة؟ هل بإمكانكم ذلك؟ هيا. نعم، أسرع، ممتاز. هيا نعد مع بعضنا البعض، أنتم ممتازين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ممتاز. إذا نحن نملك الآن 10 كرات، أحسنتم، وتكتب بالحروف 10، أحسنتم. إذا 10 بالأرقام و10 بالحروف، جميل. دعونا الآن نتحقق من الإجابة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ممتاز. هل بإمكانكم الآن تمرير القلم على النقاط حتى نكتب العدد 10؟ هل تستطيعون ذلك؟ هيا سنبدأ. 10، أحسنتم. مرة أخرى، 10، جميل. مرة أخرى، 10، ممتاز. 10، 10، 10. هل بإمكانكم أن تكتبوه 3 مرات بخط جميل ومرتب؟ هيا. نعم، ممتاز، جميل. 10 10 10، أحسنتم. لا تنسوا الإجابة عن التمرين 2 في الكتاب صفحة 62، اتفقنا؟ دعونا الآن ننظر إلى الصور التي أمامنا.
دعونا نحسب عدد الحيوانات ثم نكتب العدد داخل المربع. لديكم دقيقتان حتى تقوموا بالعد وكتابة العدد داخل الصندوق. هيا سريعا، بإمكانكم الإجابة على التمرين 3 في الكتاب صفحة 63. هيا هيا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هيا نعد مع بعضنا البعض. هل تأكدتم؟ هل كتبتم الإجابة؟ ممتاز، جميل، إجابة صحيحة. دعونا نتأكد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. فالجواب هو تسعة. فعدد الحيوانات تسع حيوانات. أحسنتم. كم زرافة لدينا الآن؟ هل بإمكانكم العد؟ هيا احسبوا عدد الحيوانات ثم دعونا نكتب العدد داخل الصندوق. بإمكانكم الإجابة عن التمرين 4 في الكتاب صفحة 63. هيا كم زرافة موجودة؟ هيا دعونا نعد مع بعضنا البعض. لديكم دقيقتان. هيا أسرع. كم زرافة؟
هيا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. إذن كم زرافة؟ نعم 10 زرافات، أحسنتم، ممتاز، ضعوا لأنفسكم نجمة. هيا دعونا نحسب الآن عدد الحيوانات ونكتب العدد داخل المربع. هذا التمرين يوجد في تمرين 5، يوجد في الكتاب صفحة 63. هيا هل انتهيتم من العد؟ دقيقتان، دقيقتان فقط، أسرع. انتهى الوقت، هيا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 وأخيرا 10، ممتاز. إذا نكتب داخل المربع العدد 10، كيف نكتب 10؟ ممتاز، إذا الإجابة هي 10، أحسنتم. هيا سريعا لنحسب الفيلة. الفيلة ضخمة، حيوانات ضخمة. لديكم دقيقتان، هيا أسرع. هل بإمكانكم أن تكملوا الحل؟ نعم.
هيا نبدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز، هل بإمكانكم أن تكتبوا 9؟ جميل، 9، أحسنتم. لدينا الآن 9 فيلة، جميل. هيا هيا نحسب عدد الحيوانات ثم نضغط على الإجابة الصحيحة. هل بإمكانكم أن تعدوا الحيوانات؟ دقيقة واحدة، هيا أسرع. انتهى الوقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أحسنتم، ممتاز. إذن بالتالي يا أطفالنا الحلوين، أريد منكم التدرب بشكل أكبر وترجعوا لكتاب التمارين صفحة 26 لحل التمارين، اتفقنا؟ وهكذا انتهى درسنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.